عن برنامج شاعر القمة أبو سويد. كانت الفكرة يعني أن يكون هذا البرنامج يعني واقعي فعليا، يعني نستقطب فيه شعراء ويعيشون واقعيتهم فعليا. أبي هذه الجزئية وكيف تحول البرنامج من برنامج واقعي يعيشون فيه ساعات طويلة مثل برنامج البزنس وسكريبت وغيره إلى برنامج تقليدي. شوف المعلومة هذه ما هي عندي، المعلومة هذه عندك أنت، ما عندي أنا، ما عندي معلومة. أنا أتيت على برنامج تقليدي أكون فيه رئيس لجان وعلى مسؤولية كبيرة الله يعيني عليها وعلى أمانتها. الجواب ما تسألني، المفروض أنا درت إني بسألك السؤال هذا، السؤال هذا اللي جاوب عليه أنت، كيف أتى البرنامج هذا وكيف كانت فكرته؟ أتوقع أنه من 7 سنين صح ولا لا؟ طيب إحنا بنتكلم عن أصل هذا البرنامج وفكرته وكيف يعني انطلقت بشكل عام، وهل هي حديث ولادة لقناة الواقع الفضائية، علما بأن يعني منذ أن انطلقت قناة الواقع الفضائية وهي تقدم برامج واقعية تمتد ساعاتها إلى ساعات طوال في هذا البرنامج. ولكن أنا بياخذ الاتصال إذا كان الاتصال جاهز. طيب طيب يلا خلونا، إذا جاهز يلتقي معنا في هذه الحلقة قبل الإعلان عن 48 شاعرا في برنامج شاعر القمة، والتي ستبدأ المنافسة قريبا لهذا البرنامج على شاشة قناة الواقع الفضائية عبر الاتصال الهاتفي المدير التنفيذي لقناة الواقع الفضائية الأستاذ صالح بن إبراهيم الحسين. حياك الله أبو إبراهيم. الله يبقيك ويسلم، بداية أمسي على السادة المشاهدين وكذلك أمسي عليكم يا أخي الطحنان وعبد الله وكذلك عرفان، وتمنياتي بإذن الله بالتوفيق والنجاح لهذه النسخة. ارفعوا لنا الصوت شوي. ومسي كذلك أو أصبح كذلك على المتسابقين، تمنياتي لهم بالتوفيق والنجاح لحول الله. الله يعطيك العافية أبو إبراهيم. أبو إبراهيم يعني وأنت المدير التنفيذي لقناة الواقع الفضائية، خليني أسألك البرنامج وتجهيزاته خلال الاجتماعات اللي دارت يعني بينك وبين فريق العمل ومدراء الأقسام بشكل عام، لمحة بسيطة عن برنامج شاعر القمة. بداية برنامج شاعر القمة وهو في أول مواسمه متكون بإذن الله من 48 متسابق مع اللجنة ومع جهود كذلك أخوي عيثان وكذلك جهودك أخوي أبو عبد الله، ما قصرت جميعا في تأسيس ورسم سياسة البرنامج بشكل عام والتي سيعلن عنها خلال الفترة القادمة بحول الله، وستتضح جميع تفاصيلها عبر حساب القناة أو عبر الشاشة بحول الله. يا سلام. مدة البرنامج 7 أسابيع متكون من 48 متسابق، تمنياتي لهم بالتوفيق والنجاح، وستوضح بإذن الله جميع تفاصيل السياسة خلال الفترة القادمة، وبإذن الله بيبدأ البرنامج أول ظهور له بداية من الأسبوع القادم أو الأسبوع اللي يليه حسب جاهزية اللوكيشنات بحول الله. يا سلام. أبو إبراهيم البرنامج حينطلق يعني بعد الإعلان اليوم خلال الأسبوع القادم حسب يعني التوجيه من قبل يعني إدارة البرنامج والتجهيزات اللازمة لهذا البرنامج، صحيح؟ صحيح، على حسب جاهزية اللوكيشنات مثل ما ذكرت أخوي عبد الرحمن، بإذن الله تجهز اللوكيشنات ونعلن عن يوم الانطلاق على طول بحول الله عبر القناة أو عبر الشاشة. يا سلام. إبراهيم البرنامج طبعا هل سيكون هناك يعني حضور جماهيري او دعوات خاصه بالشعراء في هذا البرنامج؟ باذن الله راح يكون فيه دعوات خاصه بمرتبة بحول الله مع الشعار، وراح تكون اسماء قويه في عالم الشعر، ويخدم كذلك الموروث الشعري، واتمنياتي باذن الله للنجاح لجميع مشاركي هذه النسخه التي سيعلن عن اسمائهم اليوم بحول الله عبر البرنامج، وتمنياتي للجميع بإذن الله بالتوفيق والنجاح. الله يعطيك العافية أبو إبراهيم. أنا أبي أجيك في آخر سؤال، وحنا على وشك أن تنتهي نسخة برنامج البزنس 3 بهذه النجاحات، يعني أنت ذكرت أنه سيكون برنامج شاعر القمة على مدار 7 أسابيع، يعني إحنا نقول حنختم برنامج البزنس ولسه برنامج شاعر القمة باقي له وقت يعني. أكيد راح يكون بعد نهاية برنامج البزنس راح يستكمل برنامج شاعر القمة
حتى ينتهي. وتمنياتي لهم بالتوفيق والنجاح بحول الله. راح تكون نسخة استثنائية مستهدفين أسماء قوية. وأتمنى كذلك متابعة ممتعة للسادة المشاهدين. الله يعطيك العافية أبو إبراهيم. كلمة أخيرة حاب تضيفها من خلال هذا الاتصال وهاللقاء قبل الإعلان لنجوم شاعر برنامج القمة. بإذن الله راح يكون برنامج استثنائي ومتسابقين كذلك أبياتهم بالجزالة، وإن شاء الله بإذن الله ينال على إعجاب الجمهور ويتم ضخ ميزانية عالية فيما يخص البرنامج هذا بخدمة الوقوف تمنياتي لجميع المشاركين بالتوفيق والنجاح، وكذلك متسابقي برنامج البزنس اللي شفناهم خلال الفترة الماضية تفانوا في تقديم أنفسهم. تمنياتي لهم بالتوفيق والنجاح، وهذا الله واحد. الله يعطيك العافية أبو إبراهيم، وشاكرك ومقدر اتصالك في هالوقت المتأخر. حياك الله يا بعد. الله يعطيك العافية أبو إبراهيم. كان معنا المدير التنفيذي لقناة الواقع الفضائية الأستاذ صالح بن إبراهيم الحسين، وتحدث عن يعني انطلاقة هذا البرنامج. ولكن أعود إلى سؤال أبو سويد حينما ذكر أن البرنامج شاعر القمة، متى يعني أتت الفكرة لإدارة قناة الواقع الفضائية؟ أنا اليوم ربما هذا الكلام لم أتحدث عنه منذ انطلاقة برنامج شاعر القمة، وكنت بعيد قليلا وعدت كمدير تطوير للبرامج، وإحقاقا للحق حتى يعني يكون هذا الموضوع محل اهتمام الجميع ومحل انصاف بلا شك. برنامج أبو سويد، برنامج يعني أنا أذكر برنامج شاعر القمة، أنا انطلقت مع قناة الواقع الفضائية من عام 1435. الحين بيقولون إني كبير. أنا أذكر أن يعني انطلقنا في أول برنامج واقعي كان المدهال واحد، بعدها يمكن سنة أو سنة ونص جلست أنا ورئيس مجلس الإدارة، وأذكر أيضا الشاعر والإعلامي سالم بن حزام الله يذكره بالخير ونصب عليه بالخير، وممكن كانوا معنا يعني أحد الطاقم ذيك الفترة في قناة الواقع الفضائية، وتم طرح فكرة برنامج شعري على مستوى المملكة والخليج والوطن العربي. وأذكر يعني اليوم إذا تتكلم على يعني عام 37 يمكن نقول 8 سنوات أو 9 سنوات، كان البرنامج يعني حتى اسمه كان مقترح اسمه شاعر الجزيرة. نعم أنا اليوم حكون شاعر القمة. أيوة، ليس شاعر القمة، نسمعها منك. أيوة بالضبط، حتى نكون واضحين. نعم. لأن كثير من الناس اللي تكلموا خلال الفترة الماضية ومن عمل في قناة الواقع الفضائية ذكر أن هذه الفكرة هي فكرتي الشخصية ونسبها له. قناة الواقع كانت عازمة على إقامة برنامج شعري. اليوم حتى الكثير أنا أتوقع اليوم حيراود الناس ليتكم خلتوا شاعر الجزيرة، ليش شاعر القمة؟ أنا فتحت اليوم أبواب يعني يمكن ما تغلق، ولكن هذا إحقاقا للحق. يعني رئيس مجلس الإدارة سابقا وذكرها في اجتماعاتنا الأخيرة أن هذه الفكرة من حقوق، يعني ليس من حقوق قناة الواقع الفضائي، أنه برنامج شعري قدمته دول وقدمته يعني قنوات فضائية، وحق من أي يعني حق أي قناة فضائية أو منصة إعلامية أي دولة أن تقدم برامج خاصة بالشعر والموروث بشكل عام. فكانت الفكرة أن يكون هناك برنامج شعري باسم برنامج شاعر الجزيرة، ولكن كان التوجه برامج واقعية. هل هو يكون نفس الحكاية، هو برنامج واقعي برنامج تقليدي؟ بشكل عام كانت فكرة عابرة ومشت، ولكن لا زالت محفورة لدى رئيس مجلس الإدارة الشيخ إبراهيم صالح حسين وصب عليه بالخير أنها ستقام. وفعلا اليوم احنا في بوادر الإعلان عن الأسماء وستنطلق هذه الفكرة بشكل عام. فكثير تكلم أن هذه الفكرة فكرتي، ويعني لا مجال أن يتصدر أحد المشهد ويقول أن برنامج شاعر القمة هي فكرتي حينما عملت في قناة الواقع الفضائية. فهذه الفكرة موجودة في أدراج قناة الواقع الفضائية، وأي مكان وأي منصة إعلامية لها الحق أن تقيم برنامج شعري بشكل عام. أتت الفكرة أيضا حتى نكون شوي واضحين وشفافين مع القناة ومع الجميع بشكل عام. أنا أذكر حينما ابتعدت عن برنامج سكريبت لظروف خاصة، أذكر أن كانت هناك ليلة أبو سويد تكلمت فيها عن برنامج شاعر القمة واسمه، وثبتت هذه الفكرة انطلاقا من ليلة عيفان التي كانت في برنامج سكريبت. أحسنت.
صحيح؟ أيضا أتوقع أنه مسجلوا مقاطع ترويجية للشاعر سلطان. نعم، شاعر العرب سلطان بن وسام الهاجري. يا سلام. وأيضا الشاعر كان بعد هناك مقطع للشاعر تركي الميزاني، وهنا كانوا حاضرين الاجتماع اللي أقام فالح الغنامي ومرهب البقمي اللي هم الآن أحد أعضاء اللجنة، حاضرين في الليل. نعم، كانوا موجودين في الليل، وكانوا شعراء في ليلة عفان موجودين. يا سلام. وضيف إليهم معتق العياضي. كان في تفاوض حتى ان ابو صالح كان ما بعد التفي يقول انا عندي فكره برنامج، واحنا جو كان معنا سالم حزام الله يذكره بالخير. انا اذكر الحراك والسوشيال ميديا والمقاطع، وقال يا سلطان الهاجر ويا تركي ان شاء الله انه يكون فيه تعامل بيننا وبينكم. تم تسجيل مقطع قبل مغادرته من القناه. نعم نعم، قبل اللي نشر المقطع اللي نشر ونزلناه في حساب القناه وحسابي الخاص للشاعر العرب سلطان بن وسام، وكانوا فيه جدال وكلام بينهم. وقال سلطان حتى انه كان في تفاوض بينه وبين ابو صالح، قال خله برنامج تقليدي. قال ابو صالح الفكره في بالي، انا محتار احط واقع ولا تقليدي. قال شو تسمع شوري حطه، لان الشعراء بيجونك بعضهم كبار في السن وبعضهم بيشاركون. شوف الحين معنا شعراء عمرهم على 40 على 35، هذول ما عندهم الفرصه وما عندهم الوقت اللي يخليهم يتركون عملهم ورزق ومصدر عيالهم اللي يمشونه ويجون يقعدون عندك 3 شهور. قال خلهم يجونك يوم يمشوا، وكون الفكره اللي في بالك اللي انت بتنميها وتبي تطورها طلعتها للجمهور بالصوره الجميله. قال احسن، قالوا برامجك اللي عندك الاخرى الواقعيه عش فيها وخل الجمهور هيعيش، وجمهورك والجمهور اللي تبي تجذبه اللي هو الفكره اللي معك اللي من 4 سنين استشرتنا فيها حطها تقليديه وخل واقعك وبرنامجك الواقعي يمشي. ودليلا على ذلك ابو سويد اليوم شاعر القمه ينطلق كبرنامج مستقل تقليدي، ولكن في ظل وجود برنامج واقعي. يعني ما قالوا ننتهي من هذا البرنامج، والمفترض احنا بدانا يعني من فتره طويله، ولكن عدد الظروف لم تحالفنا في توضيح بسيط. يوم كنا في الاجتماع في ليله عفان، بعد ليله عفان حدث الاجتماع، وكانوا الناس الحين تقول اللجنه اللي موجوده اللي هو مرهب وفالح يقول ما تعاقدوا معهم تالي، ترى هم كانوا الاركان اللي موجودين في الاجتماع مع سلطان الهاجري ومع تركي الالفين، وحضروا الاجتماع وحضروا النقاش، وكان في تفاوض من ابو صالح معهم، وكان في تفاوض وسالم حزام موجود وانا موجود وشاعر العرب سلطان الهاجري موجود وتركي الالفين. فالتزموا تركي وسلطان في نادي الابل مع الشيخ فهد بن فلاح بن حضرموت. مفترض انهم يكونون معنا. نعم، كانوا مفترض يكونون معنا في اتفاق مبدئي. نعم، في اتفاق شفهي. فالتزموا مع نادي الابل وعين تركي الالفين على فقره حنالها تحت سقف جائزه الملك عبد العزيز باداره من مالك المشرف على المهرجان اللي هو الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين. فاستأذنوا مننا وقلنا مأذونين ومسموحين، هذا واجهة وطن وحنا كلنا في خدمة الموروث. يعني هذا ما جعل. نعم. أيضا برنامج شعر القمة يتأخر كثيرا في اختيار اللجنة والتفاصيل. أحسنت. فكان موجودين اسمين، مرهب ومعتق، مرهب وفالح الغنامي، فأضاف إليهم الثالث معتق العياضي. يا سلام. هالمراحل ترى أنا اليوم سلطت الضوء يمكن تجهل الكثير، والكثير كان يعني يبي يعرفها، فاليوم قلنا إحنا نخلي لقاء ونسولف فيه ويعرف فيه الجمهور ما قبل الإعلان عن هذا البرنامج، لأن واجهنا، ما بيقول لكم واجهنا ظروف ولا صعوبات، لأن قناة الواقع الفضائية وقولها بالفم المليان لا تواجه يعني صعوبة أو ظروف خاصة فيما تقدم من محتوى. وأثق دائما واعي ما أقول أن قناة الواقع الفضائية باقية وتتمدد دائما وأبدا بمحتواها وأدائها وبرامجها وما تقدم في محتواها بشكل عام. الكثير أبو سويد يعني عرفنا وتكلمنا عنه، في شيء ودك تضيفه قبل الإعلان؟ لأن يعني اليوم 48 أسماء كثيرة، الله يطول، وفي ناس يعني على قولتك شعار تأخرنا عليهم. نعم، ويحترون، وأنا ترى متعمد أني أطول معك في الكلام وطول أنت معي، هم يحترون الحين يقولون إحنا نبي الإعلان، نبي أسامينا. هذا الكلام هذا ما نبي. إحنا نبي الأسامي، لكن إحنا بنرضيهم وبنرضي الجمهور اللي بعد وده إنه يطلع ومن حقه إنه يطلع. أنا أقول الفايت قد تكلمنا فيه وبما فيه الكفاية، بتكلم في المستقبل الجاي اللي بمشيئة الله وبعد توفيق الله عز وجل وتعاون راح، وطبعا يد واحدة ما تصفق. الشكر للجميع من غير استثناء على وقفتهم وعلى مساندتهم لي وللجنة وللطاقم برنامج شاعر القمة، وقفة مشهودة. ونقول المحسن أحسنت،
ومنهم انت ابو عبد الله يبيض وجهك، احتجناك ولقيناك ولا قصرت، والبرنامج اللي انت قائم عليه الان خذينا من وقته، خذينا من بثوثه، خذينا من لوكيشناته على متجز لوكيشناتنا بعد اذن منك واذن من المتسابقين، وعز الله يوم استاذنا منكم لانا واللجنه قلتوا المكان واحد والدار واحده وتستاهلون ومرحبا بكم. اثق تماما ان احنا مكملين لبعض. الله يطول عمرك. الاضافه البسيطه اللي بيضيفها، موعودين في اسامي ان شاء الله انها تكون اضافه للشعر وللساحه الشعريه. ليالي جميله راح تعيشونها معنا. فيه بعض الاليات البرنامج بمشيئه الله انه على الاسبوع الجاي بمشيئه الله عز وجل بينطلق، ننطلق في اول حلقات. نعم، اول حلقات الاسبوع الجاي بعد. ترى لو تاخرنا بندخل في رمضان مسوي. لا احنا خلاص، احنا خلاص ما عاد بنروح الكويت ولا لا لا خلاص ما عاد في كويت. فيه ان شاء الله نجيب الشعراء وناخذ مقاطعهم ونصورهم ونرتب معهم الاسبوع هذا للحلقه اللي هي الجمهور ما يدري ان احنا على ساقو. يعني واضح انك بتتعبني يعني اتابع البرنامج هذا ولا التقارير الان انت تقول تقول النجاح مشترك. اكيد اكيد النجاح. عيش الليله معنا. الله يا رب راح ان شاء الله يجون الشعراء في الاسبوع هذا وراح ناخذ مقاطعهم ونصورهم وناخذ التقارير عنهم. وراح ننطلق في الاسبوع القادم مشيئه الله. اول حلقاتنا بتكون فيه البرنامج بتكون فيه فقرات مختلفه او بتكون فيه اليه للتوضيح مختلفة عن برامج الشعر الأخرى التقليدية. بتكون إن شاء الله أول فقرة أو أول طابع نطلع فيه وبنتميز فيه بمشيئة الله عز وجل. نقول مد الجمهور انتظروا، إحنا ما نبي أحرق عليكم. أنا بقول ترى الحين لا فكنا خلها مفاجأة لهم وخلهم. أنا بسأل هل فيه من الواقعية القليل البسيط؟ احنا حياتنا كلها واقعية اكيد. لا بس يعني هو برنامج، يعني انا اتكلم برنامج تقليدي، ياتي الشاعر للمسرح يؤدي ما عليه، لجنة التحكيم تتخذ قرار، في كواليس واقعية راح يا سلام. طيب بس هذا اللي يبي. نعم ان شاء الله. يا سلام. طيب نتوكل على الله في يعني اعلان 48 شاعر بعد ان تم فرز 100 شاعر وصلوا الى المراحل النهائيه لبرنامج شاعر القمه. الكثير ترقب، الكثير ينتظر ان يكون اسمه من ضمن هذه الكوكبه والنسخه الاولى. بلا شك دائما وابدا تكون النسخه الاولى من اي طابع ومن اي برنامج، ان كان على المستوى التجاري بالفروع وان كان على المستوى الاعلامي في البرامج، دائما يتغنى الانسان بالأول. وحينما يأتي الشخص إلى أي برنامج أو أي أمر يقدم له دائما يحب أن يكون الأول في كل المصاف. في الأول والأخير في نسخة شاعر القمة وفي أول مواسمها إن شاء الله سننطلق وإياكم في رحلة شتوية استثنائية، ما بيقول بزنسية إنما إبداعية شعرية، سننطلق فيها برفقة نجوم وشعراء قدموا إلينا من مختلف مناطق المملكة العربية السعودية ومن دول الخليج والوطن العربي ومن كافة أنحاء العالم، إن كان على مستوى ما يقدمونه من شعر أو من سيحضر هذه الليالي من إعلاميين ومؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي وضيوف شرف، حيقدمون لنا ليالي استثنائية لأنها هي حلقة واحدة في الأسبوع وتتكرر دائما في كل أسبوع حتى نعرف من هو الحاصل على لقب شاعر القمة في موسمه الأول على شاشة قناة الواقع الفضائية. سننطلق وإياك في أول الأسماء المتأهلة لبرنامج شاعر القمة أبو سويد. أول أسماء المتأهلة إبراهيم ناصر المرزوقي. ألف مبروك. ويستاهل، شاعر مبدع وأثبت وجوده والله يوفقه. اللهم أمين. ثاني الأسماء اللي حيكون معنا ومتأهل في برنامج شاعر القمة، عمر بن عياد العتيبي. ألف مبروك يا عمر. الله يوفقه ويستاهل. ثالث الأسماء المتأهلين معنا في برنامج شاعر القمة، أحمد جبار المطيري. الله يوفقه. الله يوفقه ويستاهل وألف مبروك. أما رابع المتأهلين في هذا البرنامج والذي سيتنافس على لقب شاعر القمة الرابع، عيد بن عقاب القحطاني. ألف مبروك. يستاهل والله يوفقه. خامس الأسماء المتأهلة معنا، أحمد عيد العازمي. الله يوفقه. الله يوفقه وألف مبروك. نروح إلى سادس المتأهلين، فهد بن سعد آل ربيعان. ألف مبروك يا فهد. والله وفقه. وصلنا للسادس صحيح؟ السابع عندك. أحسنت. سابع المتأهلين معنا في شاعر القمة، شاعر أثبت وجوده، أحمد فالح السلمي. الله يوفقه وألف مبروك له. ألف مبروك. وننطلق إلى الثامن
من المتاهلين لهذا البرنامج، ونقول ألف مبروك يا فيصل بن عبد الله آل حميضان. يستاهل والله، يوفقه. اللهم آمين. التاسع عندك؟ أحسنت، التاسع أحمد ملفي الهزيمي، الله يوفقه. ألف مبروك. أما العاشر، ألف مبروك من المتاهلين في هذا البرنامج، قبيل بن سلمان آل زيدان. ألف مبروك، والله يوفقه. 11 المتأهلين معنا إلى شاعر القمة، إحزام عايض القحطاني، الله يوفقه ويسر أموره. ألف مبروك ويستاهل. أما الثاني عشر من المتاهلين لهذا البرنامج، كهاف بن زبار البقمي، ألف مبروك. 13 المتأهل معنا إلى شاعر القمة، حمود خلف العصيمي، الله يوفقه ألف مبروك. ألف مبروك ويستاهل. أما الرابع عشر من المتاهلين في هذا البرنامج، لافي بن سالم اسمي، ألف مبروك يا لافي. الله يوفقه. 15 من المتاهلين معنا في برنامج شاعر القمة، راشد ماجد الدوسري، الله يوفقه ألف مبروك. يستاهل وألف مبروك. أما السادس عشر من المتاهلين لهذا البرنامج، ونقول ألف مبروك يا مبارك بن هديان العتيبي، تستاهل. الله يوفقه ويسر أموره. 17 من المتاهلين معنا في هذا البرنامج، رائد محمد الدوسري، ألف مبروك. ألف مبروك ويستاهل. 18 عندي. أحسنت. 18 من المتاهلين لبرنامج شاعر القمة، نقول ألف مبروك يا محمد بن شايع آل كريديس، وتستاهل. 19 من المتأهلين إلى برنامج شاعر القمة، زويد مرزوق الهويملي، الله يوفقه ألف مبروك. ويستاهل. أما الرقم 20 ويستاهل، محمد بن عبد الله الجابري، وألف مبروك. الله يوفقه. رقم 21 من المتأهلين في شاعر القمة، سعيد زامل الغامدي، الله يوفقه. ألف مبروك ويستاهل. أما رقم 22 من المتأهلين في هذا البرنامج، ونقول ألف مبروك يا محمد بن عواد الحربي، الله يوفقه. رقم 23 من المتأهلين معنا في برنامج شاعر القمة، سعد سفر العضياني، ألف مبروك والله يوفقه. يستاهل ألف مبروك. أنا عندي 24. أحسنت. 24 من المتأهلين لهذا البرنامج، نقول ألف مبروك يا مساعد بن مسعد العازمي، وتستاهل. الله يوفقه. رقم 25 من المتأهلين في شاعر القمة، سلمان سعيد الرشيدي، ألف مبروك والله يوفقه. ويستاهل. رقم 26 من المتاهلين لهذا البرنامج، يقول ألف مبروك يا مسفر بن مبارك القحطاني. رقم 27 من المتاهلين إلى برنامج شاعر القمة، سياف فحان البقمي، ألف مبروك. يستاهل. ألف مبروك أيضا لرقم 28 من المتاهلين لهذا البرنامج، مشهور بن محمد البقمي، وألف مبروك. الله يوفقه. الرقم 29 من المتاهلين إلى شاعر القمة، شايش مشعل العتيبي، ألف مبروك. ألف مبروك. وأيضا نروح إلى رقم 30. أحسنت. ألف مبروك يا منيف بن مالك الحربي، وتستاهل. رقم 31 من المتأهلين معنا في شاعر القمة، شجاع هادي البقمي، ألف مبروك. ويستاهل. أما رقم 32 من المتأهلين لبرنامج شاعر القمة، ونقول ألف مبروك يا مهند بن ناصر الجمل، وتستاهل. الله يوفقه. رقم 33 من المتأهلين معنا في شاعر القمة، عاصم عويض السهلي، ألف مبروك. ألف مبروك ويستاهل. أنا عندي كم؟ 35؟ 35. ألف مبروك صاحب رقم 35 والمتاهل لبرنامج شاعر القمة، نادر بن نايض الحربي، وتستاهل ألف مبروك. الله يوفقه. رقم 26 من المتاهلين 36 من المتاهلين معنا في شاعر القمة، عبد الرحمن سعيد الصواط، ألف مبروك والله يوفقك ويستاهل. أما رقم 37 من المتاهلين لبرنامج شاعر القمة، نقول ألف مبروك يا ناصر بن سعيد الحارثي، الله يوفقه. اللهم أمين. رقم 38 من المتأهلين معنا في شاعر القمة، عبد العزيز محمد العنزي، ألف مبروك ويستاهل. أنا أتوقع أني أخطينا في الأرقام، ولكن أيضا من المتأهلين تقريبا في رقم 40 وصلنا، ممكن 40. كم اسم معك؟ أحسب. أنا باقي الحين عندي 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 1 2 ثلاثة أربعة خمسة خمسة، يعني باقي 11 اسم. تمام. طيب خلنا الحين بنعلن أيضا ألف مبروك لناصر بن متروك الحربي، وتستاهل. الله يوفقه. أعلن الأسماء المتبقية. عبد العزيز الاسم المتأهل معنا في برنامج شاعر القمة، عبد العزيز هذال بقمي، ألف مبروك الله يوفقه. يستاهل وألف مبروك. وأيضا نبارك للمتأهل معنا في برنامج شاعر القمة، نايف بن صاهد بن عقيل، ألف مبروك ويستاهل. ونبارك بن عقيل أو بن عقيل ابن عقيل يستاهل، ألف مبروك.
ونبارك المتأهل معنا في شاعر القمة وشاعر اللي أثبت وجوده عبد الله فالح القحطاني، ألف مبروك عبد الله مفلح القحطاني، ألف مبروك ويستاهل. وأيضا المتأهل معنا في برنامج شاعر القمة من 48 نواف بن فهد الحربي، وألف مبروك وتستاهل يا نواف. أبعيد الاسم لأني خطيت فيه، المتأهل معنا في شاعر القمة عبد الله مفلح القحطاني، والاسم اللي بعده والمتأهل معنا في شاعر القمة ضمن 48 عبد الله ناصر السبيعي، ألف مبروك. ألف مبروك ويستاهل. وأيضا نبارك للمتأهل معنا في برنامج شاعر القمة في قائمة 48 نواف بن منيع المطيري، وألف مبروك يا نواف. نبارك للشاعر المتأهل معنا ضمن 48 في شاعر القمة وأثبت وجوده بشاعريته عزام عواض الحربي، ألف مبروك ويستاهل. وأيضا نبارك للمتأهل ضمن قائمة 48 برنامج شاعر القمة ياسر بن مرزوق البقمي، ألف مبروك. ونبارك للمتأهل معنا في 48 شاعر القمة عمر رشيد العازمي، ألف مبروك. وأيضا آخر الأسماء المتأهلين معنا في برنامج شاعر القمة في قائمة 48، ألف مبروك يا يعقوب يوسف العضياني، وتستاهلون جميعا. ولكن 48 تم الإعلان عنهم الآن، هم المتأهلين في برنامج شاعر القمة والذي سيتنافسون على لقب شاعر القمة بداية من الحلقات المباشرة. مثل ما ذكر يعني آلية البرنامج أن لكل حلقة سيكون هناك 12 شاعرا يقدمون شعرهم، وأمام لجنة التحكيم وأمامكم أنتم أيضا جمهورنا الكريم، والذي سيكون صاحب القرار في تأهلهم إلى المراحل النهائية والمتقدمة في المرحلة الثانية وحتى النهائية أعضاء لجنة التحكيم، وأيضا أنتم ستشاركون في صناعة هذا القرار. ولكن أيضا إدارة برنامج شاعر القمة اتخذت قرار تقريبا قبل يومين، ومنذ أن انطلق التصويت من يوم الأحد وحتى يوم الخميس حينما أغلق التصويت في يعني ليلة البارحة، أن سيتم الإعلان وتكريم الستة الشعراء الذين حصلوا على أعلى نسبة تصويت. حتكون هناك حلقة خاصة بهم استثنائية نتعرف على أعلى ستة من الذين يعني تقدموا وقدموا أنفسهم بشكل طيب، وأيضا كانوا أعلى نسبة تصويت. أبو سويد أحسنت، حدث عن هذه الفكرة سريعا. الفكرة هذه جات من يومين من لجنة التحكيم بعد الاجتماع، أن الستة الأوائل في التصويت سيعطون المجال والمساحة الكافية لشكر الأشخاص ولشكر أقاربهم اللي دعموهم، والتسمية بالاسم، ومسموح لك تسمي اللي دعمك وتشكره وتثني عليه، ولك المجال تحميسا لك على ما بذلت من الجهد في هذا التصويت وفي هذه المعركة اللي حصلت. الله يوفقهم ويسر أمورهم. عندي كلمة بسيطة للناس اللي ما تأهلوا، تفضل. هذولا راحوا ل48، الله يوفقهم، قدامهم مشوار، اللي بيكمل الله يوفقه وبيصل للنهائي، واللي بيطلع يعتبر نجاح. يا أخوي المتسابق أو الشاعر اللي تقدمت على شاعر القمة، اللي طلعت من الآلاف إلى المية وبترشيح لجنة التحكيم، هذا يعتبر نجاح، هذا يعتبر فوز لك، هذا يعتبر تقدم. أنت أشجع وأنت أجرأ من اللي ما تقدم، من اللي ما جاء، أن جيت شاركت بذل جهدك وطلعت من الآلاف بقصيدك، هذا يوضح أنك صاحب مادة قوية، صاحب موهبة قوية، عندك قصيد يقدمك، عندك قصيد يظهرك للجمهور. لا توقف، انشر في مواقع التواصل، راح تتعاون معك القناة، راح تجيبك ضيف عندها بمشيئة الله. الله يوفقكم ويسر أموركم، وال48 عليكم حمل قوي. لجنة التحكيم عندها أسماء، طلعهم للمرحلة دايركت بدون تصويت، والجمهور راح يشارك في التصويت اللي هو في مسمى هو رأي لجنة التحكيم، تأهلك لا، بس فيه للتوضيح اللي يسمى الكرت الذهبي في كل لجنة، في كل حلقة يطلعك للحلقة اللي بعدها، اللي هو قرار اللجنة، اللي هو قرار اللجنة. الله يوفقكم ويسر أموركم، ونلتقيكم على خير بمشيئة الله. 48 ويا جمهور في قناة الواقع الفضائية على برنامج شاعر القمة، واترك المايك. الله يعطيك العافية أبو سويد، ذكرت نقطة مهمة اللي هي أن قناة الواقع الفضائية مفتوح بابها للجميع، ومن شارك في هذا البرنامج ولم يحالفه الحظ. أنت يعني صح، أنت كانوا المية هنا وتأهلوا 48 شاعر، ولكن أنا يعني أقتنص دائما الفرص. يعني أنا أتوقع أني أخذت يعني يمكن نص أرقام الشباب اللي تأهل واللي ما تأهل، لأن أنا ما بيهم ضيوف فقط، أنا ودي
يقدمون في برامج واقعية، لأن من أتى لبرنامج شاعر القمة، وبرنامج شاعر القمة بشكل عام إن لم يكن برنامج واقعي وسيقضون فيه ساعات طوال وصار برنامج تقليدي، أنا متأكد تماما أن اليوم كل من تقدم وأقربهم، يعني اليوم عندنا متسابق واحد نجوم برنامج البزنس، حينما أتى لبرنامج البزنس ثلاثة وقدم يعني عليه، توقع أنه جاي يعني يقدم إلى برنامج شاعر القمة وهو مهذل بن مسفر، وقال هل والله مكسب، وقال هل ممكن يعني أني أشارك في هذا البرنامج؟ سلطان أيضا بردويحس، مناحي الأسلمي، كل الشعراء اللي قدموا في برنامج البزنس، حنا أمانة يعني منعناهم من المشاركة ليس لغرض يعني سبب شخصي، لا، إنما هم شاركوا في برنامج واقعي في منافسة، هناك جائزة وهناك لقب، وأيضا هنا لقب، ولكن هذا لا يعني اليوم إحنا فتحنا المجال لنجوم برامج الواقع الشعراء أن يشاركون في هذا البرنامج، وتقدموا أيضا من نجوم برامج الواقع السابقين على مستوى قناة الواقع الفضائية أو أي برامج تقدم برامج واقعية وشاركوا في هذا البرنامج ولم يحالفهم الحظ. فالفرصة دائما في قناة الواقع الفضائية مفتوحة، الواقع وعلى يعني رأس مالكها الشيخ إبراهيم صالح حسين، يفتح أبوابه دائما وأبدا بما يقدمه دائما، وكرمه في البيت هو كرمه هنا في قناة الواقع الفضائية، حينما دائما يردد ويقول أن قناة الواقع الفضائية هي محطة أنظار الجميع، وننتظر المواهب بشكل عام إن كان على مستوى المملكة العربية السعودية أو أي شخص من دول الخليج أو الوطن العربي، فنرحب بالجميع. وهذا ديدا قناة الواقع الفضائية حينما دائما تبرز المواهب وتقدم الجميل لهم، وبلا شك من يصل هنا سيصبح نجما من نجوم البرامج الواقعية أو البرامج الشعرية. أطلنا عليكم من خلال هذا اللقاء اللي أنا حقيقة اليوم متشرف فيه، أنا ألتقي في عيفان العيفان، التقيت فيه في برنامج سكريبت وباركت له في برنامج سكريبت حينما تأهل وحينما حصل على المركز الأول. اليوم أنا أقف وأجلس بجانبه، هو رئيس للجان وأنا مدير لتطوير البرامج، ونخدم قناة الواقع الفضائية ونخدم المجتمع ونخدم الدين أولا بما نقدم من خلال هذه الفرصة. دائما وفي كل ختام يعني برنامج يقدمه أو حلقات، اذكرونا بالخير، ودائما ازرعوا أثرا طيبا في نفوسكم وفي نفوس الآخرين. لا ندري متى نرحل من هذه الدنيا، فالكلمة الطيبة والسمعة الطيبة هي الباقية من خلال هذا الأثر. أنا أعلم أن الكثير من مختلف الجنسيات ومن مختلف الفئات العمرية تتابع وتنشد من المتابعة وتزعل وتفرح وتتضايق، ولكن ثقوا تماما أنا نعلم جيدا ونعمل بكل شغف وحب أن نرضي أولا يعني الله فيما نقدم، ثم ذائقتكم وذائقة الجمهور. لدينا أخطاء كثيرة، ومن يمحي هذه الأخطاء إن شاء الله فعلنا الطيب، وإن أصبنا دائما فهذا من الله، وإن أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان. شكرا لطيب المتابعة في هذه الحلقة الشتوية الاستثنائية حينما أعلننا عن 48 متسابق ويعني 48 شاعرا لبرنامج شاعر القمة، والذي سينطلق قريبا على شاشة قناة الواقع الفضائية وخلال الأسابيع القادمة. أشكر دائما القائمين على هذا الكيان وهذه القناة. نعدكم دائما ببرنامج مختلف لبرنامج شاعر القمة أو البرنامج الذي سينطلق بعد برنامج البزنس ثلاثة، إن كانت هناك برامج واقعية أو دورات برامجية قادمة. الشكر موصول لكم، تأخرنا عليكم كثيرا اليوم لأن هناك أحداث كثيرة في هذا البرنامج، حينما أيضا تأخرنا على فقرة خذها كاش المزامنة والمصاحبة لبرنامج يعني البزنس ثلاثة. نتوقع أنهم رفضوا أن يحضرون بالأمس، ولكن اليوم حاضرين لأن عندهم الكثير والكثير من الكلام، فالقصة لم تنتهي بعد في برنامج البزنس الواقعية بنجومها وأداها وإبداعها، حينما قرر محمد منصور بقرارات صارمة متعبة شيقة نوعا ما لبعض الأشخاص. ألتقي بكم دائما وأبدا على المحبة والإخاء والإثارة والتنافس والتشويق، وشكرا لك أبو سويد، أنا تحت لنا الفرصة اليوم أنك تكون معنا وتعلن عن هذه الأسماء. والله أني متشرف يا أبو عبد الله، يعطيك العافية حبيبي، حتى لا 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 الوقت البسيط هذا أني تشرفت أنك تكون أنت تقدمه وتكون أنت معي فيه. أنا تمنيت أن أجتمعنا وياك، كوني ندري أنك كنت مقدم طاولة أمساء يا حبيبي، أني أجتمعنا على طاولة كان يجمعنا زمن مشي قريبا بإذن الله. طول عمرك والله يوفقكم في برنامجكم اللي قايمين به، نجوم مبدعين نحتاجهم الآن، سامي لامعهم
يحتاجهم الإعلام، يحتاجونهم الإعلاميين، الله يوفقهم جميع، شعراء ومتسابقين ونجوم الله يديمهم، أسماء عرفناها وسمعنا فيها. مشكور يا أبو عبد الله على تواجدك وعلى كلامك الطيب وعلى ثنائك. ما استغرب الطيب من هلا ولا استغرب الطيب من قناة الواقع، من مالكها من طاقمها الإداري كامل. نعيد ونقول الله يوفقهم يا 48 عليكم حمل قوي، شدوا حيلكم واجتهدوا، حالفكم الحظ غيركم ما حالف الحظ، وده إنه في مكانكم، حاول إنك تجتهد وتخلص في قصيدتك عشان ما تندم بكرة عليها وتقول ليتني جبت أقوى ولا ليتني جبت لجنة التحكيم بعدها وعتادها تنتظركم وتقول مرحبا ومسهلا بال 48 في أول حلقات برنامج شعر القمة، شعر القمة في الأسبوع القادم. والله يوفقكم ويوفقك أبو عبد الله ومشكور. اللهم أمين، الله يعطيك العافية أبو سويد. شكر موصول لكم متابعينا الأعزاء، نلتقي إن شاء الله في حلقات قادمة لبرنامج البزنس أو برنامج شعر القمة أو أي برنامج يبث على شاشة قناة الواقع الفضائية. نلتقي إن شاء الله على المحبة دائما، في أمان الله.